الكرام متابعينا الاعزاء، على بركه الله وتوفيقه ينطلق رابع اشواط هذا اليوم مع انطلاقات اشواط الانتاج الشخصي في هذا المهرجان وفي هذا الحفل والعرس الذي يضم شعارات ابناء القبائل التي تواجدت وانطلقت بمنافسات اول ايام هذا المهرجان من مسافه الاربع كيلومترات. نتابع هذه المنافسه ونتابع هذه الشعارات المنطلقه. اول المراكز مباشره نذهب مع الصداره ومع المقدمه لنرى مصيحان على اول المراكز. تعود الملكيه لمحمد بن غانم بن مبارك ال ابو سعيد الخيارين، والمركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات وينطلق احتفال مع المركز الثاني لمنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه، والمركز الثالث يتقدم مستحيل محمد بن ناصر ال زيدان او الزبدان المري مع المركز الثالث، ولكن هذا شعار بن زبدان وليس زيدان مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع التقدم من الرامي لنايف بن مسلم بن زفنه العامري، وخامس المراكز وخامس التحديات ينطلق سراب لحمد بن دودة بن سالمين العامري مع خامس المراكز. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المتقدمة والمتنافسة والباحثة عن الفوز والتتويج وعن سيارة هذا الشوط، ولكن بعد هذا النداء نعود بحضراتكم إلى الصدارة إلى المقدمة لنستعيد الأسماء المتواجدة والمتنافسة مع المقدمة. هنالك المركز الأول، هنالك الصدارة، هنالك المقدمة. من ينطلق صيحانة واحتفال، احتفال على أول المراكز مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لمنصور بن عبد الله بن علي العطية، يقدم لنا احتفال بهذا الشعار مع انتصاب مسافة وقصة ورواية هذا الشوط. المركز الثاني يتواجد بصيحان محمد بن غانم بن مبارك ال ابو سعيد الخيارين، وتغيرت امور ثاني المراكز مع تقدم ووصول مستحيل لمحمد بن ناصر بن ثيدا زبدان المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز يتواجد بصيحان المركز الرابع، وتابع التواجد والتقدم لاول نداء من قبل نسناس سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، والمركز الخامس وتابع التقدم من الحنيش احمد بن محمد بن علي الجديلي، يقدم لنا الحنيش مع المركز الخامس. وبدات الامور تزداد صعوبه في هذه اللحظات مع انطلاقه الاسماء وتواصل الشعارات، وما زالت عمليه البحث تجري على ارضيه هذا الميدان مع هذه الاسماء المنطلقه مع هذه الشعارات المتميزه الباحثه عن التتويج. الله يا كلمة الناموس، كلمة الناموس الغالية. وهنالك تويوتا ستيشن جي الجائزة المقدمة التي سيحظى عليها من يحظى ويحصل على أول المراكز مع هذه الانطلاقة المميزة. ومن المركز الثاني حتى العاشر جوائز قيمة ثمينة مع تواجد هذه الأسماء مع انطلاقة هذه الأسماء. يتقدم شاهين، ينطلق شاهين مع المركز الأول ومع الصدارة ومع المقدمة. أخ جيب بن علي بن حمد العذبة المري يقدم لنا شاهين مع هذا التحليق المميز ومع افتتاحية الكيلومتر الأخير. المثير بهذه الانطلاقات بهذه التحديات بهذه ايضا الانطلاقات المميزه. المركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات احتفال منصور بن عبد الله بن علي العطيه. المركز الثالث يتقدم ويتواجد راحيل حميد بن محمد بن رامز الجحافي، والمركز الثالث ارى تقدم وضاع مرحبا بهذا القدوم مع ايضا وضوح شعاره حمد بن سعيد بن غانم بن يريول منصور. وهذا هو الشعار ايضا الشلفه مع تحيه اول اشواط هذا المهرجان. يتواجد مع المركز الثاني، اعود مع الصداره، اعود مع القياده، اعود مع شعار المركز الاول ومع تواجد شاهين اخ جيب بن علي بن حمد العذبه. ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، غير امور هذا الشوط. انطلق مع الصداره راهي بهذا الاداء الراهي بهذا الانطلاق الزاهي. يتواجد راهي مع الصداره
مع المقدمة، مع أيضا الانطلاق الجميل والانفراد المميزة بجائزة هذا الشوط مع أول المراكز. أحمد بن محمد بن رامز الجحاف يقدم لنا راهي مع الصدارة مع المقدمة. سلام السلطنة، سلام سلام وتحية واحترام لمالك راهي أحمد بن محمد بن رامز الجحافي على فوز راهي وحصول على المركز الأول. ثاني المراكز وضاح لحمد بن سعيد بن قارب بن غيري والمنصور، المركز الثالث شاهين لخجيب بن علي بن حمد العدل، المركز الرابع كان الوصول من قبل رابع المراكز الصعب لعبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي، والمركز الخامس كان الوصول والقدوم من قبل الواعي لأحمد بن علي بن محمد بن مطر بن واس الاكتبي، من حصل على المركز الخامس. هذه هي المنافسة التي دارت ما بين الأسماء وما بين الشعار وما بين أيضا انطلاقات وتواصل شعارات أبناء القبائل. نعود بحضراتكم إلى ملخص الشوط الذي قضى قبل قليل ولحظة وصول راهي على اول المراكز. توقيت الزمن 6 دقائق 7 ثواني 18 زمن الثانيه. الثالث تبريكات لحميد بن محمد بن رامز الجحافي على فوز راهي باول المراكز. المركز الثاني وصل وضاح بتوقيت زمن الغدر 6 دقائق 10 ثواني 11 في الزمن الثانيه. الثالث تبريكات لحمد بن سعيد بن خالد بن الري والمنصوري. المركز الثالث وصل شاهين 6 دقائق 10 ثواني 31 في الزمن الثانيه. نهني ونبارك لمالك شاهين خجيم بن علي بن حمد العذب المري على هذا الفوز المستحق.